لجنة التحكيم. حمول مشترك المفضل من مواجهة اللجنة وضمنوا استمراره بالأكس فاكتر. فريق جديد مع مجال الصامت بأربع فرق. خمسة بعيوني ها، مش رح سيبك بالعين. بنتين كتير مهضومين وبيغنوا كتير منيح وكتير بيشبهوا بعضهم لأنهم توم. صفاء وهناء. عندكم القدرة على عطاء ما هو أفضل، وبعد فيكم تعطوا أحسن. قدمتوا أسوأ ما عندكم. أنا صفاء. ما تخلوش مجال اليأس ولا الطوف ولا التنازل، دايما كان بغول بينو أحسن ودايما غان بينو أحسن. هاد اللايف حسيت أنا هنا بحالة طايرين، كنا كنغني وأغنية اللي كان بغوها بزاف. كنتوا كتير منيح وكفوا بالتمارين. ما عطيناش أوراقنا كلها، باقي كل مرة غنعطيو حاجة حاجة حاجة. أول لايف شافوا 60%، تاني لايف شافوا 70% من صفاء وهناء، تالت لايف شافوا 80%، بتأمل هالمرة شوفوا 90% وحلقة الجاي شوفوا 100% ونكفي على 100%. نحن دايما معنوياتنا دايما غادية على طول مرتفعة، وإن شاء الله هاد اللايف غين نبين شي حاجة جديدة، لأنه أنا وهناء كان بغو التنويع وكان بغو نبينه كل مرة شكل جديد منه. صبايا، ورح نشوف اذا كان ادائكم حلا فعلا، ويا ريت بتشوفوا ميشيل قد ايه مبسوط. نحن بهالمناسبه بدنا نبارك للفنانه نجوى كرم بالبومها الجديد هيدا حكي. هيدا حكي روحي.
نجوى كانت ضيفة مميزة السنة الماضية، وإن شاء الله السنة تزين مسرحنا من جديد بحضورها وصوتها الحلو. هلأ فوراً لرأي اللجنة بنبدأ مع أنوشكا. هيدا حكي أوكي. هيدا حلا، هيدا حلا وهيدا حكي حلو. بنات عايزة أقول لكم أن أنا بحترم جداً الحركة اللي أنتوا عاملينها على المسرح، وبشكر سدرة حطت مجهود، وواضح أن باسم حطت مجهود. أنتوا حابين اللي عاملينه، مبسوطين بالجو. مبروك بنات، حلوين حلوين. خالد، أنا رح أعطيكم رأيي في ما غنيتوه على شرط واحد بس، إنه هل هذه الأغنية اللي يعني أنتوا بتواجهوا فيها محبتكم لميشيل، حبيتوا ميشيل يعني شو هالحلا؟ إذا كنتوا موجهين أغنية حب لميشيل، نعم ضروري هو اللي كيساعدنا وكيعاوننا. يعني أغنية الحب هي ميشيل. لميشيل. أوكي، إذا أنتوا غنيتوها للجمهور ولميشيل. أنتوا غنيتوها بصدق. شكرا. هي غزل أكثر من حب. قل له يا ميشيل، أنا كنت شوي مشغول لأنه أنا عم بتبع تكتيك. أوقات في عالم بيعزموني على السهرة، بصيروا جو يعني أصحاب البيت بصيروا جربوا يحطوا جو، بصيروا يرقصوا تيقنعوا الناس أنه السهرة حلوة وكذا. أنا استعملت نفس التكتيك، يعني أنه عم يغني الفريق، صرت فايت جرب حمس الجماهير، فرشيون أنه الجو حلو وكذا. بقى ما قدرت ركز كتير على الغنية، بس أنه كان شيء منيح. يعني سمعت خالد قال شيء منيح، وأنوشكا بقى أكيد كان شيء منيح، بس أنا كنت ملتهي بالرقص والفرشيون طبعا. في غنية هنا بيغنوا ليها بس أنه بدل حلا هضامي كمان حلا ودبدبي. هلا الي الفيرسيون من وقتها ما قلبت دب، من شي 3-4 سنين قلبت دب، بقى من وقتها بطل كتير يعني. سوري باردون، مش مشكلة. ما عليه، ايه بتسمحيني على الحكي. سوري. فينا نذكرها على الهوا، مش مشكلة. ميشيل شو هالحكي يا ميشيل؟ فعلا صبايا شو رأيك باللي قالوا اللجنة؟ فرحانين ياك. فرحانين بزاف، وبغيت نشكر أستاذ باسم حيت هو اللي اخترنا الأغنية ونغم ونغم على هاللبس الحلو. أنا بدي أتشكرك يا نغم. وبغيت نسلم على المغرب اللي كيصوتينا دائما، والجمهور اللي كيساندنا واللي معنا اليوم في هذا البلاطو. صفاء وهناء رقم 9، بتحبوهن وبدكن ياهن يبقوا للأسبوع المقبل، صوتولن بالزاف. شكرا لكم صفاء وهناء. شفنا وسمعنا 5 مشتركين، بعد في 4. إنما بعد الفاصل ضيفة سهرتنا النجمة المصرية أنغام بتقدم لنا أغنية جديدة مثل ما وعدناكن من ألبومها الأخير.